مرة أخرى أهلا بيكم. بعد 3 سنين من غياب البرلمان في مصر، كانت في العلاقات الخارجية للبرلمان متوقفة. أتصور أنه العلاقات دي بتعتبر من الأشياء المهمة جدا، الدور المهم جدا لأعضاء مجلس النواب هو استعادة هذه العلاقات، علاقات مصر البرلمانية مع كل دول وبرلمانات العالم. زيارة الرئيس الصيني للبرلمان كان مؤشر على أهمية هذه العلاقات. ومن يومين خرج وفد برلماني مصري في زيارة للعراق، في أول زيارة خارجية منذ تشكيل مجلس النواب. وكمان سمعنا امبارح كان في رئيس الدوما الروسي بدأ زيارة لمصر، وطبعا بدأها بزيارة الرئيس، وبعدها التقى مع وفد برلماني مصري برئاسة دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وبعضوية عدد من يعني وفد برلماني، وأحد أعضائه هو ضيفنا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو البرلمان. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا لما نبدأ بالحديث عن هذه الزيارات البرلمانية، نبدأ بالكلام عن أهمية هذه العلاقات. إزاي الدول دي رجعت علاقتها مع مصر بعد استكمال خارطة الطريق، بأنه بكامل مؤسسات الدولة بقى عندنا برلمان، بدأت هذه التبادلات للعلاقات البرلمانية بيننا وبين دول كبيرة. لما نتكلم عن روسيا، عن الصين، عن زيارة دلوقتي للوفد البرلماني للعراق، إذن احنا بنتكلم على علاقات على مستوى وليها أهميتها. فحضرتك تشير لنا إلى هذه الأهمية. طبعا هو يعني دلوقتي اصبح معروف في الدبلوماسيه وفي العلاقات الدوليه ان في يعني موضوع بيبقى مهم جدا، هو يطلق عليه الدبلوماسيه البرلمانيه. ديت دبلوماسيه قد تكون يعني اكثر تاثيرا ونفاذا اكثر من الدبلوماسيه الرسميه، لانها هي معنيه بعلاقات الشعوب ببعضها البعض. ويمكن احد اسباب الخلافات اللي موجوده في العالم كله دلوقتي ان في فجوه كبيره جدا في تفاهم ما بين الشعوب وما بين الثقافات وما بين الحضارات، وكيف ان احنا نستطيع ان احنا يعني نقلل هذه الفجوه في العلاقات. فالدبلوماسيه البرلمانيه انا بعتقد ان هي طبعا مهمه. في نفس الوقت كل الزيارات اللي حضرتك تفضلت بيها ديت دي كلها بتعكس ان قد ايه كان العالم يعني منتظر ومتشوق ان يكون في فعلا اعاده للحياه الديمقراطيه في مصر والحياه البرلمانيه في مصر. وايضا احنا جالنا رئيس اتحاد رئيس البرلمانات العربيه ورئيس الاتحاد الدولي للبرلمانات، كل دول كانوا جايين في فتره قصيره جدا، احنا ما بدأناش الا يوم 10 يناير، وبالتالي في هذه الفترة القصيرة استطعنا ان احنا نستعيد مرة تانية حيوية البرلمان المصري والدبلوماسية البرلمانية اللي احنا بنعتز بيها، واعتقد انها هتكون لها دور كبير في الفترة الجاية. لازم نعرف انه العالم كان منتظر هذه الخطوة من مصر، واعتقد ان احنا اديناها بشهادة الجميع بشكل جيد، وبالتالي اداء البرلمان القادم هيكون ويجب ان الجميع يتوقع هذا، هيكون دايما محل اهتمام ويعني بؤره للاهتمام من العالم كله. وفعلا احنا اكتشفنا ده يعني واحنا في العراق، يعني كان في ناس قالت لنا ان هم قعدوا شافوا الجلسه الاجرائيه كلها اللي هي استمرت 17 ساعه في يعني وهم عندهم تبوه على الهواء. تبوه على الهواء. طبعا الفضائيات دلوقتي بتنقل كل الحاجات دي، فكانت حاجه جيده. طبعا. طب ممكن اسال حضرتك بقى، بمناسبه بدانا الحديث عن العراق، ايه الرساله اللي الوفد قدمها للوفود المشاركه في فعاليات الدوره ال 11 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول اعضاء مجلس التعاون الاسلامي؟ هو طبعا هي أول منظمة التعاون الإسلامي، أصل الاسم طويل. ما هو اتحاد برلمانات الدول الإسلامية، نقدر نقول كده. نقدر نقول كده اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أو اتحاد الدول برلمانات الدول برلمانات الدول الإسلامية. هي طبعا هي وكان زي ما حضرتك قلتي برضه في المقدمة، كانت أول خروج للوفد برلماني مصري بعد تشكيله. حقيقة كان لها معنى سياسي كبير إن احنا رايحين العراق، لأنه العراق طبعا بيعاني كثيرا وعانى من إهمال عربي لمدة طويلة في الفترة الماضية. الحقيقة كان الاستقبال حافل، وحتى كان قبل ما نروح كان في حرص عراقي شديد جدا ان احنا يكون في وفد مصري.
لما رحنا هناك طبعا كان الاستقبال هائل و... في بغداد طبعا. في بغداد طبعا، ويعني كان في حفاوة يعني الحقيقة نعتز بيها ونشكرهم عليها. وفي نفس الوقت كانت الرسالة ان احنا معكم في وقوفكم امام الارهاب، لان ارهاب داعش هو العراق يمكن الدولة الوحيدة اللي في تماس جغرافي وعسكري بينها وبين قوات داعش اللي موجودة في هذه المنطقة. وبالتالي كانت رسالة تضامن، وأعتقد أن هم حققوا النصر السياسي بهذا الاجتماع، لأن حوالي 40 دولة جم، دولة إسلامية حضروا هذا الاجتماع، وبالتالي أعتقد أنه كان بمثابة يعني اصطفاف إسلامي وراهم في حربهم ضد داعش. فدي كانت الرسالة اللي احنا عملناها معنا. الرسالة دي كانت للأربعين دولة كلهم المشاركة. طب هل تم الاتفاق مثلا مع برلمانات أو الممثلين لهذه البرلمانات في هذا المؤتمر أنه يحصل برضو تبادل برلماني على نفس غرار التبادل الحاصل دلوقتي مثلا مع روسيا؟ حقيقي طبعا احنا عملنا عدة لقاءات. الوفد كان مشكل برئاسة السيد وكيل المجلس النائب السيد محمود الشريف، وانا والنائب من حزب الوفد علي ابو دولة من بني سويف الفشن، وبالتالي كنا ثلاثة في هذا الوفد. احنا عملنا لقاءات مع الوفد طبعا السوداني، اول الوفود اللي كنا حريصين تماما على ان احنا نقابله، طبعا غير رئيس مجلس النواب العراقي وده اخذنا وقت طويل معاه، ولكن السودان قابلناهم، قابلنا الوفد الصومالي، قابلنا الوفد الكويتي، وايضا في اجتماعات بغداد حصل على هامشها اجتماع للبرلمانات العربيه، وده كان أول تواجد مصري برضو في اتحاد البرلمانات العربية على أرض العراق في بغداد، لأن ده كان اجتماع تشاوري، فأنا حضرنا برضو بصفتنا يعني عائدين مرة أخرى للحياة البرلمانية، فحضرنا أول اجتماع عربي أيضا مع البرلمانات العربية فقط، مش الإسلامية، العربية فقط. فكانت التواجد هناك الحقيقة كان مفيد جدا، والجميع لعلم حضرتك حتى الدول اللي هي بعيدة عننا شوية سياسيا كانوا مرحبين تماما بتواجدنا، وبأن في برلمان مصري يعني بيحضر مثل هذه الفعالية في العراق. طيب ايه اهم اللقاءات اللي اجريتوها مع المسؤولين العراقيين على هامش الزياره دي؟ يعني حضرتك قلت لي التقينا مع رئيس مجلس النواب العراقي، طب ايه تفاصيل مثلا اللقاء ده؟ هل في رساله سلمتوها من دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري لرئيس البرلمان العراقي؟ فعلا حصل ان في رساله بدعوه لرئيس البرلمان العراقي الدكتور الجبوري ان هو يحضر الى مصر في زياره ايضا. الحقيقه دكتور جبوري كانت مقابلته مهمه جدا، لانه ادانا يعني عارف حضرتك ايه انطباع عميق جدا عن ما يجري في ارض العراق. هو دكتور سليم الجبوري لرئيس البرلمان العراقي. بالظبط. الحقيقه هو لم يشر الى دول بعينها، ولكنه عبر عن يعني قلقه من تدخلات الدول المجاوره للعراق في الشان العراقي الداخلي، وطبعا في اشارات كانت واضحه انا يعني اقدر اقولها ان هي كان اشار الى تركيا وايران. والحقيقه يعني الكلام اللي هو قاله فعلا احنا لمسناه على الارض، ان في نفوذ وتواجد ايراني وتركي بشكل يعني مدهش داخل العراق. ما اتكلمش عن قطر؟ لا، ما جابش سيرة قطر. ما جابش سيرة قطر. طيب موضوع المؤتمر كان محاربة الإرهاب. هل احنا كمان استغلينا هذه المناسبة لشرح موقف مصر وحربها ضد الإرهاب وهذا الصمود العظيم اللي بنشهد العالم عليه في اللحظات دي؟ حقيقي طبعا احنا في كلمة السيد وكيل المجلس طبعا عبر عن يعني تقديرنا ان احنا موجودين على ارض العراق، وفي نفس الوقت يعني استفاض في الجهود المصريه اللي كل الحقيقه كان بيتكلم عنها بشكل كبير وتقدير كبير، استفاد في هذه الجهود. ولعلم حضرتك يعني كان الراي العام في العراق اللي احنا الناس اللي قابلناهم العاديين حتى كانوا عندهم حاله من السعاده انه وزير الدفاع العراقي جه زار مصر منذ ايام قبل ما نروح احنا يعني، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقى ايضا بالقائد العام الفريق اول صدقي صبحي. فهم يعني اعتبروا ان هذه الزياره بدايه لتعاون جيد وبدايه لعوده مصر مره ثانيه للعراق. اللي انا احب اركز عليه في برنامج حضرتك انه هناك اشتياق كبير جدا من جميع القوى اللي موجوده في العراق مختلفه
انه فين مصر، وعايزين مصر ترجع تاني تلعب دور قوي، لان هم بيروا في مصر نموذج جيد جدا لأولا لمكافحة الإرهاب ثم الاستقرار والتنمية، وهم يعني عندهم احتياج كبير جدا لتطبيق الثلاث مفاهيم اللي احنا بنتكلم عنهم دول، مكافحة الإرهاب، الاستقرار والتنمية. فبيروا في مصر نموذج يعني يحبوا ان هم يعني يحتذوا به. وفي نفس الوقت احنا لما خرجنا بره المنطقه الخضراء في يوم من الايام، كنتوا مقيمين داخل المنطقه الخضراء؟ طبعا لازم تحت فيها بقى الوزارات والمجلس النواب والقاعات بقى المؤتمرات والسفارات وحمايه مشدده قاسيه. لكن لما خرجنا والتقينا ببعض الشباب العراقي صدفه، يعني كان الجميع بيقول يا ريتنا زي مصر، ويا ريت الاوضاع تعود مره تانية في العراق وتبقى يعني تمشي الامور زي ما مصر ماشيه فيها سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضد الارهاب. فانا اعتقد العراق مهمه جدا استراتيجيا لمصر، هي يعني الدرع الشرقي للعالم العربي ولا يمكن احنا نتخلى عنه. واعتقد ان الماساه اللي موجوده هناك دلوقتي هي ماساه كبيره جدا، لان كل موارد العراق موجهه للامن. ايوه ما فيش اي حد بيعمل اي شيء لتنميه الشعب العراقي، كل الموارد موجهه للامن. والامن فعلا هناك حالته اكيد يعني في خطوره، لما حضرتك تقول خرجنا بره المنطقه الخضراء في الى حد ما خطوره، يعني في عمليات خطف، في تفجيرات. طبعا يعني كل شيء يعني انت معرضه له هناك، كل الحاجات اللي بنسمعها سواء كان انتحاريين او خطف او خلافه. قلبنا مع الشعب العراقي والله، والعراق حكومة وشعبا، وكل وشعبا وحكومة يعني. طيب ننتقل من العراق إن شاء الله إلى روسيا. يعني حرص البرلمان الروسي على هذه الزيارة بعد أسبوعين فقط من انعقاد البرلمان المصري، هل ده يدي مؤشرات إيه دلالتها؟ أو يعني يدي لحضرتك انطباع على حرصهم على علاقتهم بمصر إزاي؟ لا انا اعتقد انه يعني الجانب الروسي كان قد يعني يمكن اندفع بعض الشيء في عقب احداث الطائره اللي اسقطت فوق سيناء، واعتقد انه هناك رغبه كبيره جدا سياسيه وشعبيه في استعاده دفء العلاقه مع مصر في الفتره القادمه، لانه العلم حضرتك يعني هو اللي طالب ان هو يجي كمان، يعني هو رئيس الدوما، رئيس الدوما هو اللي تقدم بطلب الزياره دي، فدي مع دي لها مغزى سياسي كبير جدا في الاعراف الدبلوماسيه. ان احنا بنقدم يعني يد الصداقه ويد الموده مره ثانيه، وعايزين نعيد العلاقه الاستراتيجيه بين مصر او بين روسيا ومصر لسبق عادها. واعتقد ان الزياره كانت فعلا مهمه جدا، هو التقى بالسيد الرئيس امس وبعد كده جاء للبرلمان، والجلسة كانت فيها يعني هو تحدث باستفاضة برضو عن التقارب المصري الروسي في مسائل سياسية يعني ومشاكل معقدة تخص المنطقة زي مسألة سورية، يعني هو اتكلم فيها كتير وقد ايه ان في تقارب بين فجوات النظر بين مصر وروسيا في هذا الشأن. وأيضا وعد بأنه موضوع استئناف السياحة الروسية لمصر دي هتكون أحد الأولويات اللي هيتكلم فيها البرلمان مع الحكومة هناك، وأن هم بيقدروا تماما كل الجهود المصرية ل يعني تأمين المطارات وتأمين كل الوافدين إليها على أرض مصر. فأنا أعتقد أن دي كانت رسالة يعني ثقة وطمأنينة. وبرضه السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قال لهم اظن انتم شفتوا بعينيكم مدى يعني الامن اللي موجود في مصر والاستقرار، ومدى حب الناس لكم كوافد موجود على ارض العاصمه المصريه. ويعني اعتقد ان هم هيكون لها انعكاس ايجابي عزيز. طبعا بالتاكيد. لكن هل احنا كمان عرضنا عليهم مواضيع معينه؟ هل عرضنا عليهم مجهوداتنا مثلا في التامين عشان عوده الرحلات الجويه المصرية الروسية؟ عرضنا عليهم ايه من موضوعات؟ ناقشنا معهم ايه موضوعات؟ احنا الجانب المصري كان مهتم طبعا بالشق اللي هو يعني الاقتصادي بالذات، يعني الدكتور علي عبد العال ركز تماما على مدى الاضرار اللي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة توقف السياحة الروسية، وكان كانوا متفاهمين ده جدا حقيقة، يعني ومدى أهمية هذه السياحة لصناعة السياحة في مصر وانعكاس ده على الاقتصاد المصري بوجه عام.
او بوجه خاص، وطبعا والبطاله وكل الاصابات قطاع السياحه من تردي بعد انقطاع السياحه الروسيه. فانا اعتقد ان دي كانت يعني من اهم الرسائل. ايضا اشار الى العلاقات وعمقها في الماضي، وقال ان الماضي مش كفايه، يجب ان احنا كمان نتشبث بقى بعلاقات اقوى في المستقبل ايضا. الحقيقه هو شرح برضو موقف مصر من بعض القضايا الاقليميه اللي بتهمنا، واكد على اهميه الدور المصري الروسي في مجلس الامن، لان حضرتك عارفه ان مصر اصبحت عضو غير دائم في مجلس الامن، وممكن التعاون المصري الروسي، روسيا عضو دائم طبعا يملك حق الفيتو، لكن التعاون المصري الروسي ممكن يؤدي الى تقدم في مشاكل كثيره جدا موجوده في المنطقه. ومن القضيه الفلسطينيه، الحقيقه الدكتور علي عبد العال ركز على موضوع القضيه الفلسطينيه، وان احنا يجب ان احنا لا ننساها، ويجب انها لا تتراجع في سلم الاولويات الخاصه بالمجتمع الدولي. فدي تقريبا اهم الرسائل. وتم الاتفاق على تشكيل يعني زي لجنه صداقه مصريه روسيه في البرلمانين، هتبقى من الاعضاء من الناحيتين. هذه اللجنه هتكون معنيه برعايه وصيانه العلاقات المصريه الروسيه في المستقبل، ومحاوله تذليل اي مشاكل ممكن تصادف هذه العلاقات في طريقها. فدي احد اهم النتائج اللي هي اللجنه لجنه شؤون الخارجيه؟ لا، هي حضرتك هتبقى يعني لا هتبقى اوسع من لجنه الشؤون الخارجيه. انا التقيت برئيس لجنه العلاقات الخارجيه عندهم على هامش الاجتماع، ولكن دي هتكون اوسع لانها هتضم مجموعه اوسع من لجنه العلاقات الخارجيه في مصر وعندهم، بحيث ان يكون فيها متخصصين في مجالات مختلفه، السياحه، في الاستثمار، في الثقافه. طيب ممكن اسال حضرتك بقى بمناسبه الحديث عن لجنه الشؤون الخارجيه، حضرتك هتترشح للجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان؟ ان شاء الله ان شاء الله. لازم، ناوي. لانه يعني ناوي. خير من يمثلكم. لا يعني ده يعني. ده صوت مؤيد ليا. أيوة، اشكرك عليه. يا فندم، عندنا وزير خارجيه سابق من اكفأ وزراء الخارجيه اللي عملوا على هذه الوزاره الصعبه وفي مرحله حساسه جدا، وكنت حضرتك صاحب يعني اداء رفيع بيشهد به الجميع. فلما تكون موجود في برلمان وبتشرفنا بقى كده حصلت خلاص على المنصب باذن الله. ان شاء الله ده اكيد ده هيبقى اختيار موفق يعني اللي هيصوت لحضرتك. شكرا. ايه اهميه مقترح اضافه لجنه الشؤون الافريقيه في المجلس في التوقيت ده؟ احنا بنقول العلاقات الافريقيه شيء مهم، لازم ننظر للقاره الافريقيه ونعرف انه البعد الافريقي بتاعنا ده شيء مهم جدا، اهملناه لسنوات لكن محتاجين نرجعه. هل نقدر نقول ده اهميه مقترح اضافه لجنه للشؤون الافريقيه؟ يعني شوفي، اقول لحضرتك حاجه، يعني انا شخصيا ارى ان التعامل مع العلاقات الخارجيه في اي برلمان يجب تكون بجهه واحده منوط بها الاهتمام بالعلاقات الخارجيه. ايوه، تبقى شامله الافريقيه والعالم كله. ومفيش معنى ان يكون في يعني بعض الافرع اللي هي العلاقات خاصه مع يعني مثلا القاره الافريقيه، هيبقى في فرع للقاره الافريقيه وطبعا الدول العربيه ايضا. لكن يبدو ان التوجه اللي موجود في حاليا انه يعني كنوع من اعطاء العلاقه المصريه الافريقيه يعني قدر من العنايه الخاصه، خصوصا دول حوض النيل طبعا، وطبعا دول حوض النيل يكون في لجنه للشؤون الافريقيه. ولكن ده طبعا متوقف على تعديل اللائحه الجديده او التعديلات اللي تلحق باللائحه، بحيث ان تطلع لائحه جديده فيها هذا الشان، لان اللائحه القديمه 19 لجنه فقط. فاللائحه الجديده بقى هي هتتعامل مع هذا الامر، وهيقرروا حتى في بعض اللجان هتم تقسيمها، يعني لجنه الثقافه والسياحه والاثار ممكن تبقى 3 لجان بدل لجنه واحده وهكذا. بس كان في حد بيعلق برضو النهارده واحنا في يعني في الحلقه بنتكلم، بنقول انه مش يعني العبره بتوسع التخصصات وليس بكثره اللجان، بكثره عدد اللجان. طبعا حضرتك، وفي ناس بتتكلم دلوقتي مثلا على لجنه للنقل البحري، وفي لجنه لاصحاب الاحتياجات الخاصه عايزين برضو يعملوها، يعني في طموحات كتيره موجوده داخل المجلس. لكن ما اعرفش اللجنه يعني منوط بها اعداد اللائحه الجديده هتصل الى ايه، لسه الكلام ده هيتناقش يوم 7 فبراير في جلسة عامة في تحت قبة البرلمان إن شاء الله. بس أنا طبعا بضم صوتي صوت حضرتك إنه لجنة الشؤون الخارجية كفيلة بأداء هذه المهام عشان تبقى في يعني وحدة للجهود.
ووحده للفكر، ان العلاقات دي يعني وحده خطه، لانه العلاقات دي متشابكه بالظبط قريبه من بعضها. هل هيشارك وفد من البرلمان مع الرئيس السيسي في القمه الافريقيه؟ لا لا، لحد الان ما اعتقدش، ما يعني ما عندناش اي معلومه في هذا الصدد، ولو اني انا كنت يعني افضل هذا او ارحب بها حتى تسبق، خاصه ان مصر داخله لجنه السلم والامن تبع الاتحاد الافريقي. اعتقد انه كان من المهم ان يكون في وفد من البرلمان المصري يعزز فكره الترويج لمصر كدوله مرشحه لهذا المنصب، اللي هو هيكون مهم جدا بالنسبه لنا، وايضا على علاقه وثيقه بمجلس الامن ومقعد غير الدائم اللي احنا واخدناه. لكن يبدو انه يعني لسه لازالت الامور يعني ما فيش تنسيق كامل بيننا وبين الخارجيه حاليا، نتيجه ان اللجان مش موجوده لسه يعني. حقيقي. بس طبعا مناسبه زي القمه الافريقيه بالتاكيد النواب البرلمان يعني ممكن يستفيدوا منها في فكره التفاعل مع افريقيا. انا يعني اشكرك اولا على السؤال، واشكرك على اللمحه نفسها، لان هي يعني حتى ما جاتش عند يعني ما جاتش على بالنا. يا خبر. لا طبعا. عايزه طيب اسال حضرتك يعني، وحضرتك كنت واحد من فرسان الدبلوماسيه الشعبيه في الفتره اللي فاتت، واللي هي قامت بدور كبير جدا الحقيقه منذ 30 يونيو ولحد النهاردة، قامت بدور كبير جدا في توضيح موقف مصر للعالم. هل بعد دخول حضرتك البرلمان يعني هتفعل فكرة الدبلوماسية الشعبية، وهنستفيد من وجود حضرتك في البرلمان بعمل دبلوماسية شعبية على مستوى تقوم بدور فعلا زي الدور اللي بتقوم بيه في العالم كله دلوقتي؟ يعني أكيد، لأن أنا حتى قبل ما البرلمان ينعقد عملنا وفد شعبي برلماني، رحنا السودان، كنا أربعة أعضاء في المجلس النواب ومجموعة من الشباب المصري، طلبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واثنين خريجين من نفس الكلية، وواحد شاب رجل أعمال، والأستاذ زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي. عملنا عارف حضرتك تشكيلة، وطبعا الشيخ إدريس الإدريسي، لأن ده العيلة بتاعته لها جذور فرع في السودان وفرع في مصر. فعملنا هذه التشكيلة وكانت ناجحة إلى أقصى درجة، لدرجة إن رئيس البرلمان لما شافنا في العراق قال لي إحنا يعني بنشكرك على الفكرة اللي أنت عملتها. الله. دي عملت أثر جيد جدا في السودان. يا فندم طول عمرك صاحب يعني افكار سباقه ومبتكره. الله يخليك. فاتمنى ان احنا نمشي بنفس النهج ده، ما تبقاش بس اعضاء برلمان بس، يبقى معانا ناس عاديين، الناس من الشعب المصري، وبالذات الشباب الطلبه اللي موجودين في الجامعه او لسه حديث التخرج. حقيقي. طيب ايه اكتر الدول اللي حضرتك شايف في مجال التبادل الزيارات البرلمانيه انه تكون مصر عينها عليها، ليها تجربه برلمانيه مثلا ممكن نستفيد منها؟ يعني هو احنا يعني من قبل حتى تشكيل اللجان تلقينا عروض كثيره جدا. طبعا النهارده رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في الدوما وجه دعوه، قلت له لما نشكل اللجنه الاول. اليابان نفس الشيء، عايزيننا نروح قبل، برضه في زياره كمان للرئيس قريب، هو عايزيننا بقى نروح قبل الزياره. قبل الزياره، وده برضه تخطيط اعتقد ان هو جيد جدا. وزير خارجيه التشيك جاي هنا يوم السبت الجاي، وهيقابل وزير الخارجيه ثم يلتقي بمجموعه برضه من اعضاء المجلس، وبرضه وجه لنا دعوه. فالدعوات كتيرة والتخطيط يعني، طبعا دولة الكويت كمان عايزة ان احنا نروح لهم. طب ايه الدعوة اللي لسه ما جاتش وحضرتك منتظرة؟ لا هو احنا يعني اعتقد انه لازم يكون لنا نشاط في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة الجاية مكثف كمان، لانه العلاقات المصرية الامريكية تحتاج الى رعاية وعناية خاصة. فاعتقد انه لازم نبتدي نفكر ازاي نروح نتكلم مع الناس اللي هناك ديت في السنت او في الكونجرس، والموضوع ده اعتقد ان هو هيعود بالفائده على الدبلوماسيه الرسميه وعلى العلاقات المصريه الامريكيه. فانا اعتقد ان ده امر مهم. ايضا لازم نروح للبرلمان الاوروبي. البرلمان الاوروبي لازال عنده نزعات كتيره جدا، وبالذات من الاحزاب الخضر هناك يعني بيترصدوا كل ما يجري في مصر، فيجب برضو ان احنا نعزز علاقتنا بيهم في الفتره الجايه، واعتقد ده برضو لازم يكون هدف يعني سريع لنا ان شاء الله في التحرك.
يعني ان شاء الله هنقدر ان نقوم بدور جيد نخدم بيه الدبلوماسيه. وعلى فكره حضرتك احنا احب اوضح ان احنا مش بننافس الدبلوماسيه الرسميه، احنا بنمهد الطريق لها. ايوه طبعا طبعا. طيب ممكن اسال حضرتك يعني سؤال اخير عن رساله الرئيس للبرلمان، او مش هقول رساله الرئيس للبرلمان، هقولها بطريقه ثانيه. يعني لما شفناه في حفل تكريم اسر شهداء الشرطه كان ليه من بين السطور رساله لاعضاء البرلمان، قال مصر مش هتتبني بالمجامله ولا المزايده، هتتبني بالقوه والثبات والصبر والجلد والعزيمه. ايه الرساله اللي حضرتك قريتها من بين السطور؟ واتكلم طبعا عن قانون الخدمه المدنيه. لا انا طبعا باكد على رساله السيد الرئيس، وفعلا الشعب المصري قرر ان هو يدفع ثمن يعني كبير وبصبر واحتمال قوي جدا. ولكن الموضوع قانون الخدمه المدنيه ده وقت العلم حضرتك حط النواب كلهم ما بين يعني المطرقه والسندان زي ما بنقول، يعني ما بين مصالح الناس اللي هم عمالين طول النهار يكلموهم ويبعتوا لهم رسائل ما توافقوش عليه، ومصلحة الدولة اللي هي بتقول انه الامور يجب ان يكون فيها اصلاح اداري ووظيفي وخلافه. وزي ما الرئيس قال، انت قلتوا لي يعني عايزين اصلاح وتقدم لقدام، وده هدف البرلمان برضه. أيوة اؤكد لك هذا طبعا، ده احنا متفقين تماما في هذه الاهداف. ولكن هي انا اعتقد انه كان في سرعه من الحكومه في تقديم القانون دوت، وكان عليهم ان هم الانتظار لغايه ما يعقد هذا المجلس ويبتدي الامور تاخد شكل تاني في المناقشه، ويفتحوا الامر للمناقشه يعني اجتماعيه اكتر وهكذا. فالإسراع بالقانون أنا أعتقد أنه أضر بالموقفين، موقف المجلس وموقف الحكومة. لكن هذا لا يعني أن المجلس تحت أي ظرف من الظروف ممكن يقال عليه أنه هو بيقف أمام طريق الإصلاح أو التقدم في هذه البلد. لا بالعكس، ولا بيجامل أو ولا بيجامل، ولا في أعضاء جوه بيزايدوا ولا يرفعوا شعارات يعلقوها. ما أنت فاكرة قبل الانعقاد قعدوا يقولوا أنتوا داخلين عشان تختموا كل القوانين بتاعة الحكومة وتوافقوا عليه. طلع الكلام ده مش صح، في ضمير وفي احساس بوطأة الاوضاع الاقتصاديه على المواطن المصري البسيط. فبالتالي يعني المجلس يعني نقدر نقول ان هو يعني اختار الطريق اللي هو الناس دي انتخبته، فراعى الناس اللي انتخبته، مش على حساب الوطن، ولكن على حساب ان يكون في قانون تاني يستطيع ان هو يوائم كل هذه الاوضاع ويتفق مع اهداف الجماهير. اجابه دبلوماسيه. بشكر حضرتك جدا سعاده السفير محمد العرابي عضو البرلمان وقريبا رئيس لجنه الشؤون الخارجيه وزير